مساءكم ورد يا قلبي انت. بس سؤال، انت شلون متحملين بثرتي؟ والله اني وايد بثره ومزعجه، بس احبكم والله مفدوعه. انا اقول لكم، انا كل يوم بالليل قبل ما انام لازم اشيك على كل سناباتي، ما اسوي سكيب، لا اقعد اشوف السناب، اسمع الكلام اللي انا قاعد اقول، اشوف هل انا والله قاعد اصنع ولا قاعد يعني اسوي شيء غلط، ولا قطيت كلمه غلط ولا اي شيء. لازم كل يوم اسمع سناباتي من اولها لاخرها كاني مو انا، واقيم نفسي اشوف سناباتي انا ممله مزعجه ولا لطيفه وعفويه وكوميديه وحلوه وتونس. الحمد لله للحين الوضع مستتب، احس نفسي وايد عفويه وطيوبه وحبوبه. عاد انا كيف عاد انا قيمت نفسي شي، شو تقيموني؟ بس شوفوا والله العظيم، انا دائما اقول لا سمح الله قلت كلمه بالغلط، ما بي انام احط راسي على المخده زين، والنوم يعتبر لحظه موت، ما ندري احنا ننام نقوم ولا ما نقوم، وانا جارحه احد ولا غلطت بحق احد ولا يعني احد شايل علي ولا احد حاقد علي. فدائما الواحد لازم يراجع حساباته. نام مظلوم ولا تنام ظالم. على العموم رايح الحين اسوي لي قراعيط، وبعدين رايحه معرض، عندي تغطيه حق معرض وايد حلو، بس اول شيء اسوي قراعيط عشان اقدر اعيش يومي. لازم قراعيط من يوم رايح، كله قراعيط، حتى خلدي صغيره قراعيط قراعيط قراعيط. بعد صالون اورو انا وايد احبهم، خصوصا الاونر مالت يعني مالت الصالون، اموت عليها، انسانه قمه بالذوق، وايد تحبني وايد تهتم فيني وكذا تكلمني كذا شيء، عرفت تحب الكيوت انزين. وش اسمه عاد الحين شنو مسويه؟ هي مسويه جايبه عارضات وحطت لهم ميك اب ومسويت لهم تسريحه وكل شيء علشان تشوفون الميك اب مالهم، ميك ابهم ينن كم مره حطوا لي، وراح اوريكم الفيديو مالهم توتوريال. وشغله ثانيه مسويه عروض وايد حلوه، مكياجهم مو المكياج اللي مو حلو مال اليص، انا اسميه اليص لطحين، ايو لا، المكياج اللي الحين المودرن برونزيات والسوالف هذه وايد حلو، راح اوريكم الحين عندهم وايد عروض حلوه. يا ويلي منها الحين، تدرون مسكينه لساتها كم ناطرتني، انا ما استحي. مالي وي مالي وي، شو اقول؟ والله ما اعرف اوصف شعوري، ما اعرف شو اسوي. ناطرتني من الساعة 2، حسبي الله على ابليسي. خلكم معي على الخط، اخاف تزفني، يمكن اذا شافت البطلة الاسنان يعني شي تتراجع. السلام عليكم. سلام. هلا هلا وسهلا. هلا وسهلا. بطل السناب، لو بطل السناب جذفتني جذفتني انت يا خير. السلام عليكم. وهلا هلا وهلا وهلا. استقبال السن طبعا اللي تيهني كذي يستقبلونها بالضبط. صح انت صح. وين الدولمة؟ موجودة عقب ما لفيتها السندويتشات شفناها. أنا؟ لا أمين. طلعت الموديل ثريا القطوة، بوريكم الميك اب ينن. بعد في لوك ثاني صح؟ هذا في بتسوون الحين بيطلع الأزرق، لو أنا أحط أزرق أجيب العيد. لا خلي أوريكم الأزرق. ثريا الجميلة، واو يا الأزرق ينن الازرق. لحظه خلنا اسوي كذي، مفاجاتنا عمري انتي.
العدسات نار والالوان نار والكونتور حلو والتسريحه بعد انت حلوه اصلا. انا شوفي شنو قلت بالبدايه القطوه بعد عمري عمري انت اشوف تسريحه هني صح الله تينن طبعا في المناسبات اغلب الناس يفضلون ان هم ما يتشتتون يروحون صالون يسوون تسريحه يسوون ميك اب. بس شغله لازم تنتبهون عليها يعني وياكم تغفلون عنها اهم شيء الميك اب. ميك اب لازم يكون ميك اب صح براند اصلي. اهم شيء الفونديشن بعد انتبهوا على الفونديشن. ثاني شغله الفرش والبيوتي بلندرز لازم يكونون نظاف لازم يكون يكونون معقمين تمام. هذا شيء لازم تنتبهون عليه. صالون اورو ليش احبهم؟ احب لما اشوف شيء اشوف بيرفكت اشوف نظافه اشوف ترتيب اشوف فرش نظيفه ولا كانه تو الحين حاطين حق وحده ولا كانه كانه الفرش مطلعينهم يدد فيهم يعني فيهم هذا الشيء الحلو. غير كذي الميك اب مودرن وكلاس. طبعا اغلب الميك اب مالهم ذا بالم كيفهم ما راح اقول ليش قول كله ذا بالم كيفهم هم كيفهم ذا بالم كيفهم زين يعني مثل ما انتم شايفين اغلب ذا بالم كيفهم. هذولي فرشهم شوفوا شوف كله ذا بالم كيفهم كله ذا بالم كيفهم. مثلا تبين خدمه في البيت يسووا لك بديكير مانيكير وكل شيء ها شوفوا هذا حق الهوم سيرفيس هذا راح يكون موجود. وبعدين مثلا بنتك تقعد متمللة بدل ما تقعد تحن ولويا وهذا يبي لها بعد ماتش شوفوا هذا بعد هوم سيرفيس حق الاطفال البنوتات الجميلات اللي عندها باشكل لو بنت تبي تدلعها تجيب لها كذي. مسوين شغلة حلوة هي هدية إذا بتهدون أحد حابين تهدون له مثلا جلسة مساج سبا مثلا تريتمنت شعر صبغة تسريحة ميك اب تسريحة وميك اب مسوين هني فاوتشرات زين تشترون الفاوتشر مثلا هذا فاوتشر بعشر دنانير أوكي أي شيء بقيمة عشر دنانير مثلا هذا بعشرين دينار حسب اللي تبونه تبون بمية دينار تقدرون تاخذون خمسين مثلا خمسين تبون بخمسين تاخذون مثلاً عشرين عشرين عشرة انتو كيفكم. هذا مثل هدية يعتبر هدية بس بشكل جديد حلو حق ايه حتى حق امه تبين تسوي لها كذي يوم ريلاكس. انت كلم عن خلطات الشعر الطبيعية اللي عندنا عندك هذا جرجير وصبار والثاني هذا تفاح وليمون وهذا زيت الاوليو هذا خلطتنا احنا هذه خلطه يدتي الله يرحمها هذا الله يرحمها اي احنا نستخدمها هذا لحم ارغان وعندك زنجبيل وليمون يو حركات يلا مع السلامه دير بالكم على متابعيني ساكم حب ليش ما قاعد تنزل شيء بسناب شوف شنو انزل بهاللويا وهذه مودتني ورايحه جايه بسواق الشعبيه هم يدقون كل ما يشوفون سوق عن سوق يغارون يا بريد ننزل ننزل وانا ننزل كل ما بس انت تقطين نغزات ولا شنو سالفتك لا جن سالفتك ها شنو تقطين نغزات ولا شنو على شنو على سواق الشعبيه والله حقهم خلصان بس خلاص خفوا يا الشعبيه وين من اجيب لي
مخيم وخلصته خلاص. ما في جهاز كهرباء ما حطيت فيه. واحد واحد كل ما يفضى سوق. سماكة. إيش سماكته يا؟ شنو؟ قب قب سماجة. بلا سماجة. 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 سماجة مين؟ ملاقة. صيد؟ إيه. يعني زنخ. من يقول وين؟ عيد بالسعودية سماجة. السعودية يعني سماجة. يعني ملاقة. بالأردني مو زنخ. في فئتين بالأردني. طيب. في بدوية. إيه. في شنو؟ حضرية. طيب. حضرية هذه من طلعت أنا ما. حضرية. البدوية. في شاميين وفي بدويين. طيب. حلو. بدويين يقول. يعني شلون غليظ ما شلون شيء اما غليظ غليظ بلبناني مو غليظ ما شلون يقولونها اللهجه بدوية اما الزلموك يقول زنخ يقبرني انا المهم مو زلمه ها تكلش مو زلمه ها افتخر اني اصير زلمه شنو اي والله انا افتخر فيك اي خلود شنو اللي زعلت لما قلت المغربي ما عندهم سالفه زنخ مليق صدق عندهم حبك بالزاف انزل خلاص بنات عندي. المغرب اذا عصبتوا شو تسوون؟ يلا ايه بتقل عليك بتقل لا لا والله العظيم امبي والله يا امين لا 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 بالبحريني بالبحريني انت مليخ موتاي مليخ مليخ مويد وبالكويتي يا المليقه يا كرهج قطيعه كذي كل واحد زنخ بس يعني بلهجته عادة طفول احنا ما نعرف يعني متزعلون خذوها بروح رياضية مو كل واحدة تقعد تزعل تطني زينة بالعماني 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 لا لا مليق كذي لا مو ملح لا لا تكتفتين شفتيتي كم واحدة خلاص شفتيتي بعد الخامسة خلاص هدي طولي بالك اول اتعلم بالعماني زنخ لا قسم بالله لا 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 بالبحريني لا هم عمان لا والله والله مو يا عمري زنخله زنخله زين منو بعد قلنا بعد قطر قلنا سعوديه قلنا بحرين الكويت حلو شي الكويت مصر مصر مليق مصر مصر زنخ لا لا مصر زنخ. فسيخ شنو شكو فسيخ هذا سمك انا اسف شكو ابي شنو يقولون يا مهرق يا برنس لا برنس يا بوزة بوزة مجمل منو راح فيكم شو اسمه هذا شو اسمه الحسنين اللي ورتيني اياه ورتيني اللي وديتيني اياه الحسين الله لا تاكلون بط هنا شو اسمه هذا لا امين فراخ فراخ لا تفكرون تاكلون بالحسين هذا فراخ اذا كليتوا فراخ راح تصير فراخ صدق صدق لا امين والله حلو حرام عليك احسن بالله مو حلو لا يا هذا شو اسمه مطعمهم كربياك الحمام مصر تروح عند فرحات اما تروح له ايش اسمه هذا النيل ما النيل زال هذا القسم لا تسمو منه ليش ايش في النيل النيل كله مطاعم يعني فخمه غير فرحات ما لا تاكل لا تفكر تاكل حمام هم متخصصين فرحات بالحمام ايش رايك بالكاب شنو مكتوب هني طبعا دائما كوكو وانا ادورك وانت هني هلا هلا ومهلي شرع عني واللي تعال انزل شكو فصلة زنخ ومليق ما ادري فجأة بالسيارة المهم ما عليه يما اول شيء متابعيني كلهم يسلمون عليك ثاني شيء جايبتلك كوكيز من الرياض من والله العظيم من الرياض طلبناه انا وامول الانصاري كلنا قعدنا بالليل متفناه نت امين تاكله والله الذوب الذوب تحطيه بعدش الذوب من غير ما تقرمين كوكيز شوفوا هذا من الرياض والله تشي تاكلونها الذوب بحالتكم طرية حيل وتقرمش وخفيفة وبعدين شنو كوكيز براوني يعني تدرون شنو الطعم نار عاد امي تموت بهالسوالف كوكيز جولدن براون جولدن براون مشهور وايد 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 مشهور بالسعودية ها والله أنا وأمول رفيجة أمول قعدنا بالليل بالفندق عقب الماستر كلاس وحق واحد ورا الثاني وقهوة 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 أبي أبي بنتنا هذه بنكهة
هو كوكيز بالبراوني هذه براوني وهذه بنكهة البرتقال نكهة جديدة فطالبين مني ان انا اجربها انا مجربة هذا هذا شيء لا يقاوم اما نكهة البرتقال الحين بجربها او شيء استغربت شلون كوكيز بالبرتقال هنجربها هذا الكوكيز يا حلوة يا حلوة يا حلوة يا حلوة يا حلوة شوفوا هذا احلى كوكيز راح تاكلونه بحياتكم كلها وقولوا خلود ما قالت باي شوفوا احلى كوكيز بالدنيا بالعالم كله شوفوا هذا يا عمري بالشتاء عادي حطوه برا بس بالصيف اذا عندكم للحين حار تحطونه بالثلاجة وهذا الكوكيز بنكهة البرتقال شوفوا بس مجرد يعني لسعة ونكهة شي بسيطة مو عبالكم برتقال لا تنصدمون يما هذا كوكيز البرتقال ابيك تجربينه وتقولين رايك قدامهم نار لا يما قاعد تطنز علي لما انا اقول نار لا ودي اخذها بس مستحية قولي والله يما ما راح تاخذينها تقطي النغزات ينن البرتقال البرتقال ام بي فظيع صدمني اول شيء قلت شلون كوكيز برتقال لا 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 اكيد مو حلو بس صراحه صدمني ينن مجرد نكهه ايه كذي البرتقال برتقال ريحه البرتقال حلاوه البرتقال شوفي انا دائما اقول ما احب اقول هذا احلى شيء في الدنيا وباكر اقول هذا احلى شيء في الدنيا لما اقول هذا احلى شيء في الدنيا يعني فول ستوب يعني صدق احلى شيء في الدنيا كيفي احلى شيء في الدنيا انا بالنسبه لي جربت كل الكوكيز كوكيز حلوين اللي جربتهم بس هذا احلى واحد فيهم لحد الان يبي لي قهوه عربيه سريعين في التوصيل يوصلكم فريش اتحداكم انا زين هذا لازم ما توخرونه من قدام عينكم ما تدرون انتو قاعد تاكلون كوكيز ولا قاعد تاكلون براوني غير كذي انه براوني بس مو ثقيل لا 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 اللي مجربينه راح يقولوا لي صح كلام خلود المرة عرفت اوصف هذا احلى كوكيز بحياتي جربته وانا قد كلامي عندهم موزع بالكويت وعندهم بعد موزع في الامارات تحديدا منطقة العين والفرع الأساسي مالهم بالسعودية ما بحط لكم رقم لأنه ممكن البدالة تعلق من الاتصالات بحط لكم الحين موقعين تقدرون تطلبون منهم هذا الكوكيز وسريعين في التوصيل ويوصل لكم فريش وإذا طلبتوه وكليتوه عطوني رأيكم أرجع البيت ويوصلني هذا الشيء الجميل شنو انا قلت امس شنو قلت مو قلت لكم الرواية توصلني يعني توصلني شهذوق يا ناس شهذوق رواية وتمضي الحياة اليوم السهر راح تكون عليها سيرتش كباب كباب هاوس بس حطيت كابة عشان يطلع لي شوفوا خلنا نطلب واو سمبوسة هذا شنو شاورما لحم نطلب شنو بعد شنو بعد هذا شكله لذيذ انتو قاعد تشوفون انواع الكباب عندهم كباب على ساندويتش زنجبيل شاورما بالجبن اوريجينال كباب هاوس انا بطلب هذه احس شي الوانها تشوق وهذه وصل كباب هاوس يمي 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 ايش اسمه كباب هاوس اسمه كباب هاوس يعني بيت الكباب يعني بيج هاوس بيج ماوث امين ذوق وادعي لي open your house
عجبتك عطني هذا لو سمحت حبيبي انا احبك وايد. امين حط لي هني طحينه. لا حق انا بعدين قلت لك شويه. صار لي ساعه اقول شاورما اخر شيء طلعت كباب امبي لذيذ حيل لذيذ. لا يا امين كباب ايش فيك؟ صمونه كباب امبي لذيذ لذيذ اقوى نوع. شوفوا هذه ساندويتش بس صاج ما ادري ليش لونه شي بس لذيذ حيل. وتشيكن وبطاط والصوص العجيب هذا شنو؟ هذا شنو؟ اهل سبايسي هني بس اكلهم ايه ربان بيا. واو هذا تشيكن صح؟ هذا يبتشي 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 تشيكن. وهذا انصهار اقوى نوع. يلا open your house.